في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. أسفرت الجهود خلال الفترة الماضية وحتى اليوم عن تحقيق النجاحات الآتية: قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 33 مخبأً وملجأً تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 عربات دفع رباعي على الاتجاه الشمالي الشرقي. و83 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. و25 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي. تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 118 فرداً تكفيرياً عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء. قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 273 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على طرق التحرك بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير 11 فتحة نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود. ضبط وتدمير 37 سيارة و42 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية. اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من أجهزة الاتصال. واستكمالاً للمهام القتالية، تواصل القوات الخاصة البحرية تأمين المسطح المائي أمام مناطق العمليات بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية. كما تمكنت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية من تحقيق النجاحات الآتية: ضبط 15 بندقية آلية و3 رشاشات و24 خزنة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وقاذفين RPG. ضبط 2441 كيلوغراماً من جوهر الحشيش المخدر، وضبط 6265 كيلوغراماً من نبات البانجو، بالإضافة إلى 20 كيلوغراماً من مادة الأفيون المخدر، وضبط 1,562,086 قرص مخدر. اكتشاف وتدمير 25 فداناً من نبات الخشخاش والبانجو و1,268 كيلوغراماً من بذور الخشخاش والبانجو و23 عربة تستخدم في أعمال التهريب. ضبط 50 جهازاً يستخدم للتنقيب عن المعادن، كذلك إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية 11,071 فرضاً من جنسيات مختلفة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد. ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة
بمناطق العمليات. تم استشهاد وإصابة ضابط وتسعة جنود أثناء الاشتباك وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.